هيجي عاملين ايه؟ النهارده هناخد حرف جديد هو حرف الميم. حرف الميم، تعالوا كده مع بعض نشوف حرف الميم شكله عامل ازاي. حرف الميم، طيب اكتبه ازاي يا ميس؟ بص يلا مع بعض نكتبه. دايره صغيره على السطر وشرطه نايمه وهتعمل ايديها تنزل لتحت. ميم، يلا اكتب تاني. دايره صغيره على السطر وشرطه نايمه وتنزل شرطه واقفه. ده حرف الميم، ده شكله. طيب حرف الميم، تعالى كده نغير صوته. طب صوته هيتغير ازاي؟ مع الحركات القصيره. ايه هي الحركات القصيره؟ اربع حركات اللي هما ايه؟ فتحه تعمل كسره ضمه سكون. طيب تعالى كده الحركات القصيره عايزه تقعد مع حرف الميم. ميم على فتحه صوتها ايه؟ صوتها بيتغير بتبقى ما. ما ما ايه؟ ما مانجو. ما مروحة. ما موز. ما مسطرة. ما مركب. ما مدرسة. ما ماعز. ما موزة. طيب الكسرة اللي وقعت تحت في الحفرة عايزة تقعد تحت حرف الميم. ميم تحتها كسرة صوتها بيبقى عامل ازاي؟ بتبقى مي. مي مي ممحاي. يعني ايه ممحاي؟ يعني الجمل اللي بنمسح بيها. مي ممحاي. مي مضرب. مي مرحاض. مي مطرقة اللي هو الشاكوش اللي بندق بيه. مي مظلة. مي مقص. مي مسمار. طيب تعالى حرف الميم احط معاك الحركه اللي هي الضمه. ميم على راسها ضمه تبقى صوتها ايه؟ صوتها بيتغير بتبقى مو. مو ممرضه. مو مهندس. مو مهرج. مو مثلث. مو مربع. مو معلمه. مو مشط. طيب اخر حاجه حرف الميم ومعاها السكون اللي هي ايه؟ السكون ما بيجيش لوحده خالص، لازم يجي قبليه يا فتحه يا كسره يا ضمه، ما بيجيش لوحده خالص، ما ينفعش ينطق لوحده. يعني اهو حرف الميم قبليه فتحه في كلمه شمس. شمس شمس. طيب حرف الميم كمان شكله بيتغير لما بيجي يمسك في ايد حد. بص بيفتح ايد، يفتح ايد واحده بس، عايز يمسك في ايد صحابه. تعالى كده نكتب حرف الميم نشوف هنكتبه ازاي. دايرة صغيرة وفتحت ايديها ونامت على السطر شلتت في ايد صحابها. نكتبه تاني. دايرة صغيرة وفتحت ايديها على السطر شلتت في ايد صحابها. كده شكل حرف الميم لما بيمسك في ايد صحابه. وكده يبقى خلصنا حرف الميم ونتقابل مع حرف الجيم.